السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج في المنتصف. أثارت الأنباء التي كشفتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن مساعي من الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة لتحجيم نفوذ إيران في سوريا بالتعاون مع رئيس النظام السوري بشار الأسد تساؤلات حول قدرة النظام على الحد من نفوذ طهران. نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن تل أبيب وواشنطن تريدان مساعدة النظام في منع إيران من الاستمرار في إمداد حزب الله اللبناني عبر الحدود السورية، مؤكدة أن الأسد قد يدعم منع إيران من إمداد حزب الله عبر سوريا لأنه أصبح مستاء من الوجود الإيراني في العاصمة دمشق. ذكرت مصادر واشنطن بوست أن الإدارة الأمريكية مستعدة لمنح بشار الأسد بعض الفوائد إذا تمكن من إيقاف تدفق الأسلحة إلى حزب الله، موضحة أن إدارة بايدن تبدو راغبة في تحقيق بعض المصالح لبشار الأسد فيما لو قبل المضي قدما في هذا الطريق. مشاهدينا الكرام، في هذا الموضوع رحب بضيفي ينضم إلينا عبر سكايب سعادة العقيد هشام المصطفى، الخبير العسكري والاستراتيجي السوري ومستشار ومنسق الهيئة السياسية لمحافظة الحسكة. سعادة العقيد هشام المصطفى، تحية لك. سعادة العقيد، اليوم في المجمل عودة ترامب برأيك ماذا تمثل بالنسبة لسوريا في هذه المرحلة؟ أستاذ محمد، بالطبع عودة ترامب إلى فترة رئاسية ثانية بعد انقطاع عن الرئاسة، هذا حدث لم يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية إلا منذ نهاية القرن الماضي في الحقيقة، أو في نهاية القرن التاسع عشر لنكن أدق. في الحقيقة هذه العودة أتت بتوافق من قبل اللوبي الصهيوني وبإجماع كامل على ضرورة فوز الرئيس ترامب في الانتخابات الأمريكية التي انتهت منذ يوم أو يومين. وبالتالي هذا الإصرار من قبل اللوبي الصهيوني يدفعنا لأن يعني نجزم بأن المرحلة في الشرق الأوسط ستكون مختلفة عن سابقاتها، وسوريا هي جزء من هذا الشرق الأوسط. ستكون المرحلة بداية سيقوم ترامب بإطلاق يد إسرائيل بشكل كبير، ولم يسبق لنا أن رأينا دعما، سيكون هذا الدعم كبيرا بحيث أننا يعني نستطيع أن نقول بأن المرحلة ستكون مرحلة إسرائيل بامتياز، ستتابع إسرائيل حربها في غزة وفي لبنان، وقد تتطور المعارك إلى اجتياح بري حتى لأجزاء من سوريا من أجل قطع أذرع إيران في المنطقة. هذا ما أعتقد بأنه سيحدث، لأن ترامب منذ فترته الرئاسية السابقة كان ينتهج سياسات ضد إيران، سياسات متشددة، وقد يفكر حقيقة في سحب بعض قواته من سوريا. هناك عدة ملفات في سوريا يعني نستطيع أن نتحدث عنها. نعم سعادة العقيد، فيما يتعلق ببشار الأسد وما كشفته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن مساعي من أمريكا ومن الاحتلال الإسرائيلي لتحجيم نفوذ إيران في سوريا عبر بشار الأسد، ربما هذه بطاقة نجاة أو طوق نجاة لبشار الأسد، لأن البعض اعتبر أن عودة ترامب يعني تفعيل قانون قيصر من جديد، يعني التضييق على بشار الأسد وغير ذلك. كيف تقرأ هذه الرؤية لواشنطن بوست؟ الواشنطن بوست عندما تكلمت بهذا الكلام يعني هي ألمحت إلى أن بايدن هو من كان يفكر في ذلك. في الحقيقة لا نستطيع أن ننكر بأن كافة الرؤساء الذين تولوا رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية الثورة السورية وحتى يومنا هذا لم يفكروا جديا بضرورة إسقاط نظام الأسد، هذا يجب أن نعتقد به جازمين. لو أرادوا إسقاط نظام الأسد لما كلفهم ذلك إلا مكالمة هاتفية ارحل ثم يرحل كما حدث في مصر وفي غيرها من الدول. لكن سياسة ترامب في فترته الرئاسية السابقة كانت سياسة شديدة ضد بشار الأسد، نعته عام 2018 بأنه حيوان، وهاجم مواقع عسكرية للنظام بصواريخ توماهوك وكروز عام 2017، وتم تفعيل قانون قيصر على
على عهده يعني لنقل. لذلك الآن لن يكون هناك أي تغيير برأيي، إنما قد يكون هناك بعض التفاهمات من تحت الطاولة بأن يقطع بشار الأسد علاقته مع إيران من أجل بعض الامتيازات الصغيرة التي يستطيع الحصول عليها. أما هذا أنا أعتقد بأنه صعب الحصول، لا يستطيع النظام السوري الآن أن يتخلى عن الدعم الإيراني بشكل مطلق، لأنه في الأساس هو نظام منهار يقف على عظامه لولا الدعم الإيراني وميليشيات إيران التابعة لها وميليشيا حزب الله والطيران الروسي الذي ثبت وجوده ووجود حكمه خلال السنوات الماضية، لكان نظام الأسد مقبورا منذ زمن. لذلك لا أعتقد بأن هناك تغييرات كبيرة على طريقة إدارة ترامب للأزمة السورية. قد يكون هناك بعض التعديل الطفيف كما أسلفت لك، بأن يكون هناك تفاهمات من تحت الطاولة بين النظام وبين مستشارين لترامب أو مستشارين لنتنياهو، حتى يعني تقليل العلاقة لنقل إلى حدها الأدنى بين النظام وبين إيران.